هذه خريطة الصين تحدها برياً 14 دولة: أفغانستان وطاجكستان ومنغوليا وبورما والهند وكوريا الشمالية وكازاخستان وفيتنام ولاوس وروسيا وبوتان وباكستان ونيبال وقزغستان، وتطل على بحر الصين الشرقي وخليج كوريا والبحر الأصفر وبحر الصين الجنوبي، وتتشارك حدودها البحرية مع 5 دول: اليابان والفلبين وبورناي وماليزيا وأندونيسيا من جهة الشرق والجنوب الشرقي. فهل تعلم عدد نزاعاتها مع جيرانها؟ تتربع الصين على عرش عدد الصراعات الحدودية وعددها 17. لنعرفكم عليها، نبدأ بالنزاعات البحرية. معروف أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، ولكنها تحديدا تطالب بضفة ماكليسفيلد وجزر براسيل وأجزاء من بحر الصين الجنوبي وجزر سبراتلي. الفلبين ترفض تماما التفاوض مع الصين التي تطالب بأجزاء من جزر سبراتلي وسكاربورو، وهي منطقة شعب مرجانية. الصين تنازع أندونيسيا على ملكية جزيرة نوتون وأجزاء من بحر الصين الجنوبي. أما فيتنام فالصين تطالب بجزء كبير منها وكذلك جزر سبراتلي وباراسيل. والصين تتنازع أيضا مع ماليزيا على جزر سبراتلي. الصين تطالب اليابان بحقها بملكية جزر سينكاكو وريوكيو، وأغرب صراعاتها البحرية مع كوريا الجنوبية على صخرة سوكاترا. نعم، صخرة تقع ببحر الصين الشرقي وتحمل أيضا اسم أيودو وسويان، وتعتبرها كوريا الجنوبية جزءا من منطقتها الاقتصادية الحصرية إكسكلوزيف إيكونوميك زون. طيب، ماذا عن النزاعات الحدودية البرية؟ تتنازع الصين مع الهند على مناطق واقعة في التبت. آخر شواهد هذا النزاع وقع بيونيو 2020، وسقط قتلى من الجيشين بوادي لداخ بمعركة تشبه معارك العصور الوسطى، وقعت بأسلحة بدائية وبالأيدي، كما تطالب الصين بأجزاء من ولاية أروناشل برادش شمال شرق الهند، ولها صراع حدودي آخر مع نيبال. وقامت الصين أيضاً بيونيو 2020 بالاستيلاء على قرية اسمها روي، على اعتبار أنها تابعة للتبت. الصين دخلت لأول مرة رسمياً عام 1986 في صراع حدودي على المنطقة الشرقية من بوتان، وتطالب بمناطق مثل جاجر وتشركيب غومبا دو دونغمار. أما لاوس فتطالب الصين بأجزاء كبيرة منها لأنها تاريخيا كانت تابعة للصين منذ عهد سلالة يوان التي حكمت الصين بين الأعوام 1279 و 1368. للصين نزاع حدودي مع منغوليا على منطقة اسمها منغوليا الداخلية، كانت جزءا من منغوليا وأصبحت تابعة للصين بمساعدة الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. وآخر كلاش وقع على هذه الجبهة مع منغوليا كان العام 2015، رغم أن هناك اتفاقية حدودية على 2185 كيلومتر بين الصين وماينمار منذ العام 1960، إلا أن ماينمار اتهمت الصين بتجاوز حدودها لدعم مصالح الصين مع جماعات وصفتها ماينمار بالإرهابية داخل أراضيها. أما أقوى صراعات الصين فهي على منطقة بأسرها، ففي العام 1950 ضمت التبت الواقعة بجبال الهيمالايا لأراضيها ليهرب زعيم التبت الدلاي لاما مع أتباعه ويعلن حكومتهم من المنفى في الهند. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.